السلام عليكم، رجعنا لكم مع انطباع ون بيس. خلونا نبدا. حلقه اليوم صدمه، استكمال الفلاش باك لاو مع عائله كيوتي. فكنت متوقع اني بشوف كيف لاو اندمج مع العائله هذه، راحوا الى ابعد من كذا، جابوا لي فلاش باك لاو نفسه. كنت اظن ان ذكريات روبن هي اقسى واصعب ذكريات مرت، يعني اللي شافته روبن ما حد شافها. بعدين جيت هنا وشفت ان لاو عنده ماضي قاسي، اللي شافه لاو هذا شيء مستحيل احد يقعد بعده عاقل، يعني لازم جنون، جنون. اغلب الناس اللي ممكن يمرون بالإيمان فيه لاو نهايتهم الإجرام أو الجنون، وهذا اللي شفناه، إن لاو هو صغير توجه إلى عائلة كيهوتي يبي يدمر كل شيء، مستذبح، وهو أساس يقول ما بقى بحياته شيء. كنا نتسائش السالفة وفهمنا شو السالفة. مدينة عايشة في رخاء، ويتحول الرخاء هذا إلى نقمة، هذه مصيبة، حكومة العالم تتخلى عنها، مصيبة. قتل العلماء اللي اكتشفوا المرض من البداية اللي هم الجيولوجيين في حدث روبن، قتل التاريخيين، هنا قتل الجيولوجيين، وهذه كانت مصيبة. نيجي الحين المصيبة الرابعة، وهي موجودة في الأنمي وفي الحياة الواقعية، الجهل عند الناس، عدم تقبل الفكرة، عدم تقبل الطرف الآخر، عدم تقبل أي شيء. من يسمع هذا المريض على طول، مثل ما سوى بافلو مع لاو، قال حتى لو ماضك مو بمعدي وخر عني. اللي سواه بافلو وشفناه كشيء كوميدي، ترى سواه العالم كله مع مدينة لاو، تخلوا عنهم، حطوهم في حجر صحي. المريض بحد ذاته يكون في حالة عاطفية، في حاجة إلى مساعدة الناس العاطفية، وبحاجة للمساعدة ومد اليد الإنسانية، ويجون يحطونهم في حجر صحي، يحكموا عليهم بالموت قبل يموتون. أكثر مشهد أثر فيني وشدني مشهد لاو هو عند أخته على السرير وهي مريضة، يبي يساعدها، يبي يسوي شيء مو بعارف غير انه يقول لها الكلمة الحلوة، هذا الشيء الوحيد اللي كان قادر يسويه. المصيبة ان برا الناس قاعدة تموت، والجنود قاعدين يقتلون في الناس، وهو قاعد يهديها ويقول لها يحتفلون، وهذا شيء مؤلم، شيء مؤلم انك تكذب على مريض. لكن ما كان فيها دحل ثاني، حالة الجنون اللي ما فيها لا، انه طلع شاف الجنود قتلوا اللي في المستشفى كله، حتى أمه وأبوه، طلع للأطفال اللي برا اللي كان مفروض إنهم موعودين بالنجاة ولقاهم مقتولين، لقى راهبة مقتولة. طبعاً كثير منكم بيشوفها قال لها سيستر، أو تمت في بعض الترجمات أختي، بيقول شلون قال لها أختي سيستر؟ لا، هم متعودين إن راهبة تنادى بسيستر، أختي ينادونها سيستر، فمش أختها هذه يعني. رجع المستشفى والجنود قاعدين يطاردونه، يعني شوف الصدمات اللي هو فيه، يبي ينقذ نفسه، يبي يطمن على اخته، وابوهم مقتولين، اهل قريته مقتولين، جنون، جنون اللي ما فيه لا، هذا جنون. ولما رجع للمستشفى وشافه يحترق، المصيبة انه قال لاخته لا تطلعين، يعني مهما صار ما راح تطلع لانها واثقة انه بيرجع لها، بسبب ثقتها فيه ماتت. طبعا هذا اللي هو يشوفه، نفسها ثقتها فيه، وانا قال لها لا تطلعين برجع لك، ماتت، ولانهم طاردوه برا المستشفى قتلوا امه وابوه، ما قدر يرجع لها. لكن هو ما له ذنب، الجهل والعدوان والطمع اللي صار في قريه له هو السبب الرئيسي. فلما جه مشهد له وهو يتمشى كرزان يقول احمق زي هذا يعيش وامي وابوي واختي يموتون، هو قصده انه شخص مغفل معاق من وجهه نظره، انا كلمك من وجهه نظره ولا مش من وجهه نظري انا، إن هذا شخص مغفل معاق يعيش منعم وممنوع أن أحد يلمسه، وأمي وأبوي وأختي قتلوا بدون سبب، لا قتلوا إياهم، وهذا هو السبب. هذا اللي يسمونهم ضحايا الحروب، ضحايا العدوان، ضحايا المصائب، يستغلونهم من أيدي الخطأ لزرعهم في المكان الخطأ ولتنفيذ الأجندات والأهداف الخطأ. لاو الحين جاهز يبي أحد يستخدمه، فتوجه لقتل كورازون وطعنه. شاف بافلو ايش بيصير، شنو العقاب اللي راح يطبقه كيهوتي على لاو. طبعا ما راح يكون القتل، لان احنا قاعدين نعيش فلاش باك لاو وهو الحين كبير، يعني مش القتل، لكن
شو اللي راح يصير؟ شنو العقاب؟ ما يبعرف صراحة، كهواتي صعب التنبؤ بأي تصرف وأي شيء يسويه. الصدمة الثانية اللي شفتها أنا في الذكريات إن عائلة كهواتي معاه من زمان، حتى بيبي فايف وهي كانت صغيرة، بافلو وجورا. جورا موجودة، بس حتى وهي شباب قبيح قبيحة قبيحة. أكثر شيء عجبني في الاستوديو لما صار المداهمة عائلة كيهوتي العصابة ثانية أو الطاقم قراصنة ثانيين، إنه ما خلوا جورا تستعرض قوتها، وأعتقد إنه وقتها ما حصلت على قوتها، بس حتى لو كانت قوتها معها زين إنه ما خلوها تستعرضها قبيحة. أكثر شيء صدمني فيهم ترى وهم صغار نفس الشيء وهم كبار مع كيهوتي، ما عدا شخصيتين فجعوني، لاوجي وسينيور. سينيور ما عرفت ان هذا سينيور الا لين دعموا عليهم اقتحموا المخزن على العصابة الثانية، داهموهم دعموا بالحساوي، داهموهم وجابوه يسبح. قلت سينيور، هذا سينيور، طيب وين الكشخة هذه؟ مصاصة يعني قالك وقت التدخين مصاصة يخرب بيتك. طريقة كلامه، طريقة قتاله عجبتني صراحة، يعني لو أن كذا في الحدث ما كنت بتكلم فيه، ما كنت بتكلم فيه، بس بو حفاظة ده ما أشتهيه. استغربت أنه في بداية المداهمة ما استخدموا قواهم، بعدين قام كل واحد فيهم يستخدم قوته. لحد الحين ما شفت هل كان قوة جورا معاها من البداية ولا لا، وأيضا ديامانتي واضح أيضا قوة تريبل موجودة معاه، لكن ما استعرض قواهم بشكل كبير. شنو سالفة كورازان أيضا؟ شنو تعلق له بكورازان؟ الحين قاعد أشوف قمة الكراهية، إيش بيصير بعدين عشان يتحول الموضوع إلى قمة الحب؟ زي ما شفنا له شلون قاعد يبكي عليه ويأس عليه، هذا كله راح يتبين قدام، لكن حلقة انطباع عنها سيء انك تقول عنها انطباع. حلقة اذا بقول لك شغلة واحدة مني انا محمد، تبي تشوف انطباع رهيب عن الحلقة ارجع شوف الحلقة وحط في رأسك شغلة واحدة، المرض هذا فعلا موجود، مرض الرصاص، وينتقل للطفل عن طريق امه، اذا امه او ابوه مصاب بالمرض فهو ينتقل للطفل هذا. هل له علاج ولا ما له علاج؟ ماني متأكد صراحة، بس اذكر إنه كان في طبيب أطفال كان يتكلم عن مرض زي هذا، كنت جالس معه بحكم دوامي في مستشفى، فالمرض هذا موجود، المرض هذا غير معدي. شغلة واحدة الانطباع، يعني أقدر أقوله في الانطباع هذا، شوف المأساة اللي ما فيها لاو، ولما تتعامل مع مريض اعرف شو تقول، اعرف إن كل كلمة محسوبة. المريض حتى لو إن اللي معاه إنفلونزا أو حمى متعلق بكلمة، حاول تعطيه الكلمة الصح. التعامل مع المريض شيء قوي، عشان كذا عندنا في ديننا احنا الدين الاسلامي زيارة المريض واجبة، لابد من زيارة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور جاره اليهودي وهو مريض، زيارة المريض واجبة، التعامل مع المريض. صراحة ما شفت احد تعامل مع المريض زي ما شفت لاو، ابوه وامه تحت الخطر، اصحابه تحت الخطر، المدينة كلها تحت الخطر، وقاعد يأمل اخته بكلمة حلوة يقول لها المدينة تحتفل بألعاب نارية، لا تخافين بتكونين بخير، واخته واثقة فيه، زرع فيها كلمة أمل. موقف يخرب بيت ون بيس يا أخي، يخرب بيته، أعجز عن الكلام. أرجع شوف الحلقة ثانية الحين، طب حلقتي وأرجع شوف حلقة ون بيس. لا توعد إلا وانت قادر، أيا كان الشخص لا توعد بشيء لأن فعلا 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 قادر. الظروف زي ما انتم شفتوا، يعني لو ما كان متوقع ان الجنود راح يقتلون الناس، راح يقتلون امه، راح يقتلون ابوه، حلقه ما اعطي عنها انطباع. حلقه فعلا فعلا المفروض اقول لك شنو اللي استفاد من الحلقه هذه. ارجع شوف الحلقه، حلقه تعلقنا باللي بعدها، ابداع من الاستديو، وجه لاو وهو يبكي ابداع صراحه، ابداع، وجه سينيور وهو يشرح المعاناه اللي ما فيها لاو شيء غير طبيعي. كورازان، رسم كورازان ذكرني بالجوكر في ألعاب باتمان، ما أدري إيش بيسوي هالكورازان قدام، ما نلا ننتظر. الحين كل اللي أقدر أقوله لا تنسون شير، اللايك، السبسكرايب. الله الله في موضوعكم، شوفكم.